اسلام تقدر تقول النهارده ان انشيلوتي كان عنده مشاكل في المباراه، انه ما قدرش المباراه بشكل جيد؟ لعيبه الريال مدريد النهارده مش كويسين، ولا حكم الاوعى الضعيف؟ هو حكم الاوعى الضعيف بس، صح؟ يعني لان انت لما تيجي تبص، مش دي مش هزار والله، بس انا دي بكلمها بجد، انه اعمل ايه يعني؟ اصل هو انت لما تيجي تبص، ما هو يعني تقريبا لعب بنفس العناصر اللي في ماتش الذهاب، مفيش غير تغيير واحد اللي هو ميليتاو مكان فلوديج، برضه حسيت ان ميليتاو كان عايز يبقى ايه، بصمه. بس ممكن تحس ان هي يعني ليه، بس في الاول وفي الاخر هو حاول انه يلعب بالافضل العناصر المتاحه ليه، خصوصا ميليتاو افضل شويه في الكرات الراسيه، ممكن يتعامل افضل، مع ان روديجير عامل ماتش ممتاز جدا مع الابا الماتش اللي فات في الذهاب. لا، انشيلوتي هو عارف ان العناصر دي خلاص هي مش هتقدر تعمل اكتر من كده. هو حاسس، تحس في ردود افعاله بعد الاهداف، هو يعني مش عارف اعمل ايه، في حته يعني في الجول بعد الجول التالت تقريبا، وحاطط ايده على بقه مش عارف اعمل ايه، وحسب الله ونعم الوكيل، هو كده يعني اتحرك ازاي؟ الفريق مشلول مكبل بكل الضغط اللي كان معمول من مانشستر سيتي، كل التمريرات اللي بتتعمل على الفرقه في نص ملعبهم، هو مش عارف يخرج من الضغط دوت، حتى المهارات الفرديه او اي حاجه تقدر تسعفه مفيش. حتى ما كانش محظوظ مثلا في كره زي بتاع توني كروس اللي جت في القايم في الشوط الاولاني، الشوط الثاني برده كوره كانت ممكن ترجعه بتاعت ألابا، لو كان عنده بقى حظ مثلا زي السنة اللي فاتت أو توفيق زي ما بيقولوا، يخطف كورة ممكن ترجعه الماتش تاني، ده ما حصلش. خلاص بقى دي ده آخر ربع ساعة الماتش، خلاص بقى بيعتبر إيه، فتح منك وانت عايز تحاول ان انت تلحق تنقذ ما يمكن انقاذه، ما قدرتش، فخلاص النتيجة أصبحت 4-0.